السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب السادس الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في أسئلة مرشحة ومهمة جدا لمادة الأدب. السؤال دائما عادة الأدب يجينا في السؤال الرابع. ألف شاعر عراقي ولد في قرية جيكور من قرى قضاء أبي الخصيب بالبصرة، عاش يتيما في وقت مبكر بعد وفاة أمه، من الشاعر وما عنوان قصيدته؟ اكتب ثلاثة أبيات منها. فرع باء، أجب عن أولا أو ثانيا. أولا، وازن بين القصة القصيرة والرواية. ثانيا، ما خصائص المقالة الأدبية؟ جيب، علل لاثنين فقط. واحد، قصيدة الجواهري خير ما قيل في الإمام الحسين عليه السلام على الطريقة الفكرية. ثانيا، جاءت مقالة الطاهر سهلة على الأفهام، واضحة البيان. ثلاثة، يعد الحبوبي من أشهر شخصيات عصره. سؤال خامس، فرع ألف، ما عنوان قصيدة حافظ إبراهيم؟ اكتب ثلاثة أبيات منها. فرع باء، أجب عن أولا أو ثانيا. أولا، كيف وازن الشاعر علي الشرقي بين السيف والقلم؟ ثانيا، في ضوء دراستك للرواية، ما المقصود لاثنين فقط؟ الشخصية الرئيسية، الرواية الواقعية، الرواية النفسية. جيم، ما أهم سمات مدرسة الشعر الحر؟ ثانيا، أعلن فؤاد التكرلي عن مرض الصغير في موضعين من القصة، اذكرهما. سؤال خامس، كيف كانت قصة يوميات جرح فلسطيني؟ ولماذا؟ اكتب المقطوعة الثانية منها. فرع باء، أجب عن أولا أو ثانيا. أولا، ما الجماعة الشعرية التي شارك أدونيس في تأسيسها وما أبرز خصائصها؟ ثانيا، ما مميزات السيرة الذاتية ثم اذكر مثالا لها؟ جيم، بأي طريقة أدار الشاعر محمد علي الخفاجي الحوار وكيف وبما تمثل الحل؟ ثانيا، ما هي مميزات شعر مدرسة الأحياء؟ هذا كل ما موجود في هذه الأسئلة. اشتركوا بالقناة.